ما تفسير قوله تعالى وكواعب أترابا وكأسا دهاقا؟ الكواعب هي صفة للنساء ومعناها من تكعبت ثديهن أي صارت مثل الكعب ولم تتدلى بسبب قوتهن ونضارة شبابهن. قال ابن الأثير: الكعاب هي المرأة حين يبدو ثديها للنهود وهي الكاعب، وجمعها كواعب وأترابا أي على سن واحدة لا تختلف إحداهن عن الأخرى كبرا، كما في نساء الدنيا لأنها لو اختلفت إحداهن عن الأخرى كبرا فربما تختل الموازنة بينهما، وربما تكون إحداهما محزونة إذا لم تساوي الأخرى، ولكنهن أترابا وكأسا دهاقا أي كأسا ممتلئة. قال ابن جزي في تفسيره: وكواعب جمع كاعب وهي الجارية التي خرج ثديها، أترابا أي على سن واحد، وكأسا دهاقا أي مليء وقيل صافية